نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحقيقة موضوع مش سهل. الناس اللي نفسها تقلع عن التدخين دي مهمتهم مش سهلة، ويمكن الناس أصلا عندها دايما إحساس طول الوقت إنه التدخين ده متنفس، متنفس لأي حاجة مضايقاني، فبيشوفوه يعني نفسيا كده تمام، يعني أنا محتاجة أدخن ومقتنع إن هو محتاج يدخن. لكن الحقيقة إنه في ناس تانية كتير بتكون بتدخن ونفسها تبطل، لكن إيه اللي يساعدها عشان تبطل؟ شوية نسمع مشروبات معينة ممكن تساعد، شوية نسمع أغذية معينة ممكن تساعد عن الإقلاع عن التدخين، لكن ده ممكن ينجح أو ما ينجحش، ينجح مع ناس وما ينجحش مع ناس، الحقيقة إنه ما نعرفش. ويمكن الفترة الأخيرة كان هناك بعض الأبحاث اللي بتتكلم عن هذا السياق، وإنه ممكن إنه أكل معين زي ما كنت بقول لحضراتكم يساعدنا في إنه اللي يحب يقلع عن التدخين يقدر إنه ينفذ ده، يمكن حاجة معينة تخلي تغير طعم السجاير زي ما بيقولوا كده في البق، أنا الحقيقة ما أعرفش. خلينا ناخد رأي المتخصصين في هذا المجال. دلوقتي معانا على التليفون دكتور وائل صفوت، استشاري البطنة وعلاج التدخين ورئيس اللجنة الدولية لعلاج إدمان التبغ. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. وزي ما كنت بتكلم، في ناس شايفة أن التدخين متنفس ليها عن ضغوطات كتيرة في الحياة، وأنه يعني تمام أن أنا أدخن. بداية كده تقول لهم إيه؟ تمام. الاول خليني امسي على حضرتك، ومبسوط طبعا بتناول هذا الموضوع، وان انا مع الاستاذة هديرة طبعا فنقدر نوصل صوتنا لناس كتير، لان ناس كتير زي ما حضرتك بتقولي كده بتبقى قلقانه من تبطيل التدخين وحاسه ان هو صعب وحاسه ان في مشاكل. فلما نقول ان في اغذيه وفي حاجات ممكن ناخدها في الاكل تحسن من المود بتاعنا، وده بيبقى يعني نسبه كبيره من المدخنين بيبقى مشكلتهم في التبطيل هو المود اللي بيتغير، وبتبقى المزاج مش مظبوط ومش معدول. وكذلك طبعا الجزء الهام في موضوع التغذيه، ان ناس كتيره بتتخن لانها بتلجا للاكل عشان تعوض. صحيح. فلازم واحنا بنحاول نبطل نقول على الاغذيه اللي ممكن تساعدنا على التبطيل، وهي طبعا الزبادي من الحاجات اللي بتحسن المود، هي والاجبان بصفه عامه، الموز نفس القصه. حاجه غريبه كل انواع الاجبان يا دكتور؟ كل انواع الاجبان، بس الزبادي بوجه خاص بالذات لو اتحط عليه شوفان وفاكهه وعسل كده، انا حطيت حاجه فيها سكريه مش هتخني. الشوفان بالياف وبرضه بتحسن المود الى حد كبير، وطبعا الفاكهه نفس القصه. حاجه غريبه وممكن تبقى يعني مفاجاه شويه، وناس كتيره ممكن تاخدها يعني تنفذها على طول وتبقى مستغربه، ان الجزر والطماطم والبتنجان ثلاث اغذيه فيها ماده النيكوتين او ماده شبيهه بالنيكوتين، مش النيكوتين نفسه فعلا. فالناس اللي بتاخد الاغذيه دي بكثره سواء بقى عصير او طبعا لو طماطم وجزر متقطع مثلا او كده بتبقى افضل كتير، انها ما تحسش باعراض الاقلاع. بالتاكيد ان كمان النتس او اللي هي المكسرات، وانا برضو مش بتكلم عن المكسرات اللي هي ب 600 جنيه بقى، اللوز والجوز والحاجات دي ممكن تبقى حاجات اقل شويه. الزبيب، القراصيا، كل الحاجات دي بتنظف جسمنا وبتحسن المود، وحاجه مهمه كمان بتسلي الواحد، يعني بتخلي الواحد بدل ما السيجاره كان بياخدها على 10 انفاس و20 سيجاره في اليوم، يعني 200 مره بيستخدم ايده وفمه، فممكن الحاجات دي كلها تساعده بشكل كبير. حاجه مهمه جدا وبالتاكيد لينا كلنا بقى وللسيدات بوجه خاص، الاوميجا 3، الاغذيه اللي فيها الاسماك بصفه عامه او زيت السمك جميل جدا لو خدته ككبسولات، بس الجرعه عاليه. لو خدته في السمك نفسه بقى نفس هيبقى جميل، بس طبعا احاول ان الواحد ما ياخدوش من الحاجات المقليه، لان المقليات بتشجع على التدخين، انما لو خدته مثلا سالمون تونه الحاجات دي مش هزيد في الوزن، وفي نفس الوقت هحسن المود بتاعي. طيب يا دكتور، في اطعمه ومشروبات تعمل العكس؟ يعني لو انا بحاول ابطل تخليني اشرب سجاير اكتر؟ الله، سؤال جميل جدا. طبعا كل الحاجات اللي فيها متعه، هاكل اكله كوارع لازم احبس بسجاره، هاكل كباب وكفته لازم سيجاره، اسماك اللي هي عاليه الدهون طبعا زي ممكن الجمبري، الاستاكوزا، الحاجات دي طبعا بتخلي ليه الشخص بيلجا
بعد الوجبات الدسمة الجامدة دي للتدخين عشان بيعلي نسبة الاندورفين عندهم. فدايما تلاقي الشخص مرتبط بالقهوة والسيجارة، الوجبة الدسمة والسيجارة، علشان خاطر زي ما بيقولوا كده يحبس، بس بالعلم يعني بتقول ان هو بيعلي نسبة الدوبامين اللي هي مرتبطة بالمزاج ومرتبطة بقلة الأريافة والحاجات دي. فعشان كده في علاقة وطيدة جدا جدا بين الأكل وبين التدخين. برضو حاجة مهمة ما ننساش نقولها، وطبعا سيدات كثيرات هتفرح وهتتبسط قوي، هي الشوكولاتة. الشوكولاتة أكيد بتحسن المود، لو إن حد خدها هتبقى جيدة، بس طبعا لما بنقول شوكولاتة مش بنقول يعني كيلو شوكولاتة، بنقول قطعة وقطعة من الدارك شوكولاتة، الشوكولاتة الداكنة، لانها حتى فيها ماده مضاده للاكسده وهتحسن المود وكل حاجه. طبعا ما بتبقاش مسكره، بس يعني بتؤدي الغرض بشكل كبير. موضوع الاقلاع سهل، مش لازم الواحد عشان يبطل. استناني بقى يا دكتور، بس موضوع الاقلاع سهل دلوقتي، انا عايز اقول لحضرتك حاجه. ناس كتير جدا سابت السجاير العاديه ودخلت على السجاير الالكترونيه ظنا منهم ان احنا كده بنبطل. طيب الناس دي ماشيه صح ماشيه غلط؟ قريتي افكاري فعلا، لان انا فعلا كنت عايز اذكر الموضوع ده، لان كتير قوي اللي هو بيبطل يقول لك انا هاخد الفيت اللي هو السجاير الالكترونيه او الشيشه الالكترونيه، وبالذات بقى انها طعم ما اعرفش ايه ويروج ليها، او يعني الناس اغلب الناس فاكرين انها اقل ضررا. وفي السجاير اللي بالتسخين وهم شايفين انها برضو اقل ضرر، فهل دي حقيقه؟ هل هي اقل ضررا؟ الشيشه؟ مش الشيشه، السجاير المسخنه. المسخنه والمدخنه وكل انواع التبغ او كل الانواع اللي فيها نيكوتين، كل الحاجات اللي فيها نيكوتين، فهي ما زالت بتعمل قصور في الدوره الدمويه. كل حاجه من اللي انت حضرتك قلتي عليها، سواء المسخنه او الفيب او الشيشه، فيها مواد ما كانتش موجوده في السجاير. مثلا الفيب والمسخن فيها معادن، لان في جهاز التسخين ده عباره عن معدن كويل زي ما بيقولوا كده، او حاجه بتسخن، ففيها معادن غريبه، وناس كتيره بيجي لها زي انقباض في شرايين القلب ويبقى حاسس ان هو مش قادر ياخد نفسه بسبب الانقباض اللي حاصل بسبب الرصاص اللي موجود، الكادميوم، معادن غريبه غير الجليسرين. بقى الجليسرين طبعا موجود كمان في الشيشه، والجليسرين ده بيلزق على الشعب الهوائيه، بيعمل تشحم او تلبد في الرئه مع بعض الناس. فبالتاكيد من كل نوع من الانواع دي ضرر مختلف، يعني في ضرر في دي غير دي غير دي، كلهم بيشتركوا في ان هم فيهم نيكوتين، بس كل واحد منهم فيهم ضرر مختلف. فبالتاكيد ما هيش وسيله امنه، وليست وسيله للاقلاع عن التدخين. دكتور عايزه يعني منك يعني في نقاط كده رسائل للناس اللي لسه معتقده انه صعب ابطل، مش عارفه ابطل، والسجاير او الشيشه او اي حاجه بيشربوها متنفس ليهم امن. طبعا لا، مش امن خالص، وهو بيبقى بيبرر لنفسه. اي حد بيعمل اي سلوك، سيبك من التدخين، بياكل اكل كتير، دايما يقعد يبرر ان هو ما انا اعمل ايه، ما انا اصلا مقرف، هاخد كذا عشان يبقى اقل. لا، مش اقل، كل الانواع. طب تقول لهم ايه اديهم امل يا دكتور انهم يبطلوا؟ ازاي يبطلوا؟ الخطوه الاولى طبعا ان الواحد يبقى عنده وعي، وعي اقصد ان هو عارف ان طالما مرتبط بحاجه من دي فهو فقد كده اللعب، يعني بقى معتمد على هذه الحاجه، بقى معتمد على حاجه عشان تحسن مزاجه. فلازم يبقى عنده وعي، يقف مع نفسه كده. انا بقول لهم دايما جيبوا ورقه وقلم كده، اكسبوا المكاسب والخسائر في الورقه دي واحتفظوا بيها. ليه الورقه؟ عشان انقل الفكره اللي في دماغي او الافكار او المكاسب اللي انا شايفها باخدها من التدخين والخسائر على ورقه، بتبقى قدامي طول الوقت لو في مخي، بتروح بعد شويه، لان الواحد بتيجي افكار ثانيه، فالواحد بينسى القرار. وفي ناس كتير يقول لك انا بكره من الصبح مش هدخن، بياخد القرار 20 مره ويرجع فيه. بالظبط. ثاني حاجه طبعا ان هو ممكن في ادويه وفي جلسات حتى بالابر الصينيه وجلسات بالليزر بتساعد كتير. لازم حاجه مهمه قوي ان هو يمتع نفسه بحاجه ثانيه، لان خلينا نعترف ان التدخين الشخص معتمد عليه علشان بيريحه، علشان بينفخ فيه، علشان بيحسن المود بتاعه. فلازم يرتبط، الناس اللي بتحب الرياضه تبقى بالرياضه، مزيكا، رمضان جاي مثلا، الارتباط بربنا والجزء الروحي
مهم جدا ان هو يعوض ويخلي الواحد عنده يعني توازن نقدر نقول كده عاطفي وروحي. بس اهم حاجه اهم حاجه القرار والسوائل طبعا مهمه زي ما احنا قلنا، والمكسرات زي ما احنا قلنا، الحاجات اللي هي الفواكه، كل الاطعمه والمشروبات اللي حضرتك ذكرتها، كل الحاجات دي صدقوني بتساعد جدا جدا يكثر من الخضروات والحاجات دي في اثناء فتره الاقلاع. حاجه اخيره وغريبه برضو ممكن الناس كتير ما تستغربها، وهذا كنت بتقولي حتى في المقدمه، ازاي الواحد بياخد حاجه تقرفه في التدخين. معلقه زيت حار لوحدها كده الصبح بتدي طعم في البق، الواحد لما يجي يشرب سيجاره مش هيبقى مستلذها اطلاقا، وعلى مدار اليوم يشغل فمه بقرنفل او نعناع وهو في مرحله وهو بيبطل، فده هيخليه لحد كبير ما يبقاش اول لما تجيله الفكره ويروح يشرب سيجاره، لا ده هو كده شاغل نفسه الى حد ما. وطبعا ممكن يبقى محتاج دواء، ممكن يبقى محتاج مساعده، لان هو سلوك الواحد تعود عليه في سنوات كتير، فكمان تبطيله مش هيكون يعني في وقت قليل، لكن الحقيقه انه المهم إن ياخد القرار ويبتدي. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور وائل صفوت استشاري البطنه وعلاج التدخين، شكرا جزيلا يا فندم على وجود حضرتك معانا.